بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثانية في محاضرة برضو في البروجرام واللوجيك كنترولر. المحاضرة دي بتتعرض للادر دايجرام والبرمجة. طبعا احنا كنا في المحاضرة السابقة اتكلمنا عن الديجيتال سيستم، اللي هو كان الانبوت اوتبوت بروسيسنج. اتكلمنا عن الديجيتال سيستم والسيكوينشال لوجيك سيستم، الانبوت اوتبوت يونتس والسيجنال كونديشننج والنتورك والبروسيسنج والانبوت اوتبوت ادريسز. النهارده هنتكلم عن البروجرامنج اوف ليجر اوف بي ال سي. اول شيء عندنا اللي هو الشكل السلمي او اللادر دايجرام، وده شبيه بالالكتريك سيركت دايجرام او ما يسمى، ويبقى سهل للتعامل سواء كان مع بالنسبة للناس اللي هم عند، يعني لو قليلي الخبرة بالبرمجة، في صورة سلمية بهذا الشكل، تسلسل سلمي. الحاجة الثانية اللي هي الشكل التعبيري أو الستيتمنت ليست أو الانستراكشن ليست. الانستراكشن ليست أو الستيتمنت ليست دي بتشبه بالظبط الاسمبلي لانجوج، لود ار 1 ام بي سي وهكذا. في صورة رموز، وهذه اللغة هي الاسمبلي لانجوج، وتعتبر اللو ليفل من او هي اللو ليفل لانجوج بالنسبة للغات البرمجة، وهي طريقة سردية للكلمات. عندنا النوع الثالث اللي هو الشكل الوظيفي او فانكشنال بلوك دايجرام، ودي عباره عن ان انا بجمع العمليات المنطقيه كلها في مربعات، بيكون في الانترنال بتاعها الفانكشن او الفانكشن نيم بتاع كل عمليه، وبتكون الانبوت على في الليفت والاوتبوت في الرايت. احد النوع الثانيه اللي هي الاستراكشر ليست، ودي بتبقى في صوره ديجيتال جيتس اللي هي والتراست تيب والتراست تيب. اللادر دايجرام والفانكشنال بلوك هي عباره عن كلمه لادر دايجرام بنختصرها باللاد، ودي بتبقى عباره عن احد اللغات اللي هي بتعتمد على الرسم، لان احنا عندنا في بعض اللغات عبارة عن ديجرام وبعض اللغات عبارة عن انستراكشن. اللغات هي تعتبر احد اللغات اللي هي اللادر اللي هي جرافيك، و بيتم ترانسليتنج ليها من خلال السوفت وير اللي بيستخدم في البي ال سي مايكرو بروسيسور الى المشين لانجوج او الانستراكشن ليست. المثل اوف رايتنج بروجرام بتبدا بان انا بتبقى محدده من خلال الشركات بتاعت البي ال سي، وتم وضع ستاندرد للسيمبلز بتاعتها اللي في سنه 93 1993 من قبل الانترناشونال الكترو تكنيكال كوميشن، اللي هي الاختصار بتاعها اي اي سي، الاختصار بتاعها اللي هو اي حرف اول في انترناشونال، اي الكترو تكنيكال، اس سي كوميشن اللي هي اي سي 1131 3. اللادر دايجرام على سبيل المثال، فور اكزامبل عندنا لو اخذت على سبيل المثال موتور، الانبوت بتاع عندي في انبوت دي سي والسويتش، في اللاين 1 ولاين 2 اللي هو البوزيتيف والنيجاتيف او اللايف والنيوترال. يتم ترجمتها للادر بان انا بعمل الانبوت عباره عن تو لاينز بيمثلوا الباور ريال الباور ريلز بتوعي، السويتش الوت سويتش طبعا، والموتور ده بنسميه يمثل اللادر دايجرام. هي الدايره لو شفنا مثلا على سبيل المثال اكزامبل اوف لادر دايجرام اللي هي
بالنسبة لتشغيل الموتور، بيشتغل تشغل الموتور عن طريق ستارت، وبعمل له ستوب عن طريق الستوب ستارت وستوب سويتشز. بيبقى عبارة عن بيشتغل بحيث انه لما يبقى الموتور الستارت بعمل اون بيبدأ يشتغل وبيرجع لوضعه الطبيعي بعد كده اللي هو نورمالي اوبن بنسميه، و يستمر الموتور في العمل عن طريق حاجة بنسميها لاتشنج هنتكلم عنها بعد شوية، ونفصل الدائرة عن طريق الستوب سويتش. هتبقى عبارة عن النورمال كلوز او اللي هو الستوب، طبعا تو لاين باور ريلز، والنورمال اوبن، و السويتش اللي هو الهولدنج سويتش والموتور. طبعا الهولدنج سويتش ده اللي هو بيحتفظ بمجرد ما بيبدا الموتور في العمل، هذا الهولدنج سويتش بيحصل له كلوز، يعني هنا الدائره بتاعتي اوبن، لما بمجرد ما اعمل اون بيبدا الموتور يشتغل هنا وبيرجع ده وضعه الطبيعي مره ثانيه اللي هو نورمال اوبن، لكن بمجرد ما اشتغل الموتور بيشتغل معايا الهولدنج سويتش ده بيعمل له كلوز، وبناء عليه بتبقى الباور او الفلو بيبقى بهذا الشكل مع هذا الاتجاه الى ان يصل الى الموتور. ثم بعد ذلك لو حبيت انا افصل الدايره بروح فاصل عن طريق النورمالي كلوز، اعمل اوبن هنا بيفصل الدايره، خلاص اصبحت الدايره مفصوله، يرجع ده نورمالي اوبن وده اوبن، فبتبقى الدايره بتاعتي مفصوله. البي ال سي لادر بروجرامينج، السي عمليه السيكونس بتاعتها اللي كنا اتكلمنا عليها الانبوت بروسيسنج في المحاضره السابقه، لما قلنا ان احنا بدنا نعمل عمليه ريد للستيتس اوف ذا انبوت ونعملها ستورنج ان رام او ان ميموري، بوريد الانبوت فروم ميموري ونبدا نشوف نعملها عمليه امبلمنتيشن للبروجرام اللي متخزن في الميموري، ويخرج الاوتبوت عندي الى يتخزن في الميموري وبعدين يخرج الاوتبوت وبعدين يحصل عملية ابديت. دي اللي هي السايكل. السايكل دي بتتم كالتالي، ان انا عندي طبعا زي ما قلنا الليفت باور ريل والرايت باور ريل اللي هم اللي بيمثلوا اطراف الباور بتاعي، وبيبقى اتجاه الباور فلو من الليفت الى الرايت في الرنج الاولى، ثم ينتقل منها الى الرنج الثانيه، ثم ينتقل بالنهايه من الليفت للرايت ثم الى الرنج الثالثه، وهكذا الى ان يصل الى الاند. ده سيكونس هو بياخدها بالتسلسل الا اذا كان في كونديشن اللي خاص بجامب. الستاندرد اي اي سي او ال 1131 3 سيمبلز بتبقى كالتالي، نورمال اوبن كونتاكت، المفتاح بيبقى بالشكل ده بنمثله بهذا بنرمزله بهذا الشكل، تو لاين تو بار لاين، لما هذا السويتش نورمالي اوبن باستمرار اوبن ما عنديش اي فلو فيه الا اذا عملت له عملت له سويتشنج، يبدا في الحاله دي نورمالي كلوز و ثم يرجع يعود الى مره ثانيه. النورمالي كلوز كونتاكت ان انا بيبقى عندي نفس الشكل بس بيبقى فيه خط مائل في الداخل كده، ده معناها ان هو نورمال كلوز، يعني معناها ان هو في فلو الا اذا جات له سيجنال يغير وضعه الى اوبن. الاوتبوت كويل عباره عن بياخد هذا الشكل، طبعا نورمال اوبن لما تيجي يحصل اون لي او فلو على في اول ما يحصل له فلو هنا للباور يبدا يتحول الى اون، هذا الكويل يتحول الى اون بنسميه اوتبوت كويل. اللادر رانج بتكون كالتالي، عندي على سبيل المثال ادي الانبوت وادي الاوتبوت، بيحصل عندي ادي الانبوت، لو الانبوت لحظه ما هتستارت يحصل لها ستارت كده هيكون الاوتبوت هيبدا هنا، معناها انه بمجرد ده هنا 0 0 0 لغايه ما اوصل الى النقطه، هذه النقطه عند ما حدي انبوت هيطلع عندي اوتبوت لغايه ما افصل الانبوت. نورمال كلوزد طبعا ده على اساس ان هو نورمال اوبن، النورمال كلوزد طبعا ده كلوز، فبناء عليه هيكون عندي في فلو هنا، تمام، ده الانبوت بتاعي وده الاوتبوت، الاوتبوت في فلو طبعا هنا في فلو بناء عليه الاوتبوت هنا في حاله اون الى ان تصل سيجنال هنا الى الانبوت، هيتحول من نورمال كلوز الى اوبن، يعني اصبح اون كده، ف
فاهم؟ معنى قلنا ان اصبح هو نورمالي اوبن، معناه ما فيش فلو وبناء عليه ما فيش اوتبوت لغايه ما يحصل ان انا ارفع من عليه التاثير، وبناء عليه يرجع الى نورمال كلوز مره ثانيه، وبناء عليه يرجع الفلو مره ثانيه الى الاوتبوت. الريموز دي طبعا مختلف، يعني هي ستاندرد، الا انه طبعا زي ما قلنا الادرس بتختلف من شركه الى اخرى. على سبيل المثال بالنسبه لماتسوبيشي بياخد الاكس 400 او الاكس للانبوت والواي للاوتبوت، بالنسبه لسيمنز بياخد الاي او او زي ما قلنا، والكيو 2 والكيو الاي والبايت والبت، او الاوتبوت والبايت والبت. بالنسبه للالن برادري نفس الكلام، قلنا الانبوت والراك والموديول والتيرمينال. بالنسبه للتلي ميكانيك شبيه بالسيمنز، وقلنا فيه بقى شبيه ب على بعض اللوجيك فانكشنز. عندي الدائره اللي هي الاند، الاند سيركت، الاند سيركت عباره عن تو سويتشز بيشتغلوا مع بعض، تمام؟ الاثنين دول سويتشز ان سيريز وبناء او كاسكيد. فهنا ما يحصلش انه يكون الابلايد فولتج ده يمر على اللود الا اذا حصل ان انا التو سويتشز حصل لهم كلوز. لازم يكون التو سويتشز كلوز، لو اي واحد فيهم كلوز الدايره اوبن، سيركت اوبن بتاعته بناء عليه مش هيكون عندي فيه لود فلو للود. لكن لو الاثنين كلوز هيكون في عندي فلو للود. السيمبلز بتاعها بتاخد يا اما السيمبل ده او السيمبل ده، اي شكل من الاثنين دول. طبعا هو ده الاشهر، لكن في بعض الاحيان بيعرفوها بهذا الشكل. اللادر دايجرام بتاعها بتمثلها باثنين تو سويتشز نورمالي اوبن، انبوت 1 انبوت 2، والكويل او الاوتبوت كويل. بيبقى عباره عن لو في عندي الانبوت بهذا الشكل، الانبوت A والانبوت B بهذا الشكل، وهيكون عندي الاوتبوت. طبعا هنا عندي الانبوت A، طبعا الاوتبوت B، الانبوت B ما زال لسه اوبن لغايه هذه الجزء، لغايه هذه النقطه، وبناء عليه هيكون عندي لغايه هذه النقطه ما عنديش اي اوتبوت، تمام؟ رغم ان هنا عندي اون لكن ده اوبن، وبناء عليه هنا ده اوبن لغايه هذه النقطه. عند هذه النقطة لما يبدأ يصير الانبوت بي يبدأ، معنى الكلام الاثنين هيكونوا كلوز بهذا الشكل، يبدأ يديني اوتبوت لأن افصل واحد منهم. لو فصلت الاي عند فصل الاي هنا خلاص اصبح هنا ده اوبن وده كلوز، فعندي مفيش فلو، وبناء عليه هيبدأ برضو الاوتبوت يبقى اوف مرة تانية. الاور بيبقى عبارة عن تو سويتشز ان بارل، لو اي واحد فيهم حصل له، لو اي واحد حصل كونتاكت فيه هنا هيبدا فيه الفلو سواء كان الاي او البي. طبعا السيمبلز برضو بتاعها تاخد هذا الشكل، بنكتب عليه لوجيك جيت اور، او تبدا تاخد القوس وهذا الشكل. اللادر دايجرام بتاعها اثنين انبوت بارل مع بعض بهذا الشكل مع اوتبوت كويل. طبعا هنا عندي الانبوت A والانبوت بي والاوت. في حاله الانبوت ايه هنا عندي قبل ما يبقى في اي، لو هما الاثنين اوبن هينزل الاوتبوت ما عندي زيرو، الى ان يصل اي واحد فيهم عند حد مثلا حول الاوبن ده الى كلوز، هيبدا يعني يبقى في عندي انبوت هنا هيبدا يديني اوتبوت مستمر الى ان افصل الاثنين. لكن طول ما ده شغال وبعدين دي شغال عملت اون لبي، فما زال عندي الاوتبوت. لكن جيت عند النقطه دي رحت فصلت الاي، ما زال البي شغال، ما زال الاوتبوت مستمر. ليه؟ لان في الحاله دي في الاول الدايره بالشكل ده، بعد كده بقيت سواء ده او ده اي واحد فيهم لغايه لحظه معينه اصبح بيكون الفلو عن طريق هذا البي في هذه الجزئيه، عن طريق البي الى ان افصل البي حتى يرجع مره ثانيه الى الكويل الى اوف. طبعا في عندك النوت تاخد السيمبل بهذا الشكل. الدايره بتاعتي بتبقى السويتش هو عباره عن كلوز، لو عملت له اون يحصل له اوف. طبعا ساعه ادي عندي الاوتبوت، لو بصيت هنا اللادر دايجرام بتاعه برضو نورمال كلوز والاوتبوت، تمام؟ لما اعمل طبعا
في البداية خالص عندي فلو فلو إلى أن أعمل أدي سيجنال للإنبوت A. لو حصل إنبوت A هنا معنى حصل عندي في إنبوت A، هيحصل هنا إنه ده يتحول من نورمال كلوز إلى أوبن، وبناء عليه السويتش حصل الكويل حصل له إنه هو يتحول إلى أوبن، يبقى ما عنديش أي أوتبوت إلى أن أرفع التأثير من على إنبوت A، يرجع مرة تانية يشتغل هذا الأوتبوت. نفس الكلام طبعا عندي برضو الناند، الناند هي عبارة عن اند نوت، بنمثلها بالشكل ده اند نوت او نوت اور نوت اور نوت نوت اور. طبعا برضو عبارة عن نوت اور بهذا الشكل، تمام، او يبقى اتنين اند او اند اند وبعدين اعمل لها نوت. عبارة عن ان لما يكون عندي انبوت ايه، يعني هنا عندي في البدايه ده نورمال اوبن نورمال كلوز نورمال كلوز، حاجه في عندي اوتبوت الان ادي اي انبوت فيهم، بمجرد ما اعطيت الانبوت عملت اون هنا ما زال عندي الاوتبوت بي مستمر، تمام، وبناء عليه في عندي اوتبوت. لو عملت اون اديت سيجنال للاثنين اصبح الاثنين اون، هيبقى في الحاله دي الاثنين اوبن، وبناء عليه هيبقى هذا هنا الاوتبوت اوف الى ان افصل اي واحد منهم تاني او ارفع التقسيم على اي واحد منهم يرجع مره تاني. برضه عندي النور هي عباره عن اور نوت اور نوت نوت اند اور نوت او نوت اند، نفس الكلام برضه اثنين نوت اند اند واند نورمال كلوز. في عندي سيجنال طبعا لما يكون عندي الانبوت A موجود والانبوت B اوف، يبقى طبعا او لو انا بمجرد مع قبل ما ادي اي تاثير خلاص عندي اوتبوت، او ما حد ادي اي سيجنال لاي واحد فيهم هيبدا اديت سيجنال للاي هيبدا يفصل، طبعا اصبح نورمال اصبح اوبن، وبناء عليه اتفصل الاوتبوت من الفلو من الاوتبوت والاوتبوت اصبح اوف. بعدين نفس الكلام عند لو حصل في البي، نفس الكلام هنا لو جيت عند نقطه معينه فصلت رفعت التاثير من على الاي برضه هيظل الى ان ارفع التاثير مع الاثنين مع بعض حتى يتحول الى دينس اوتبوت. الاكس اور او اكسكلوزيف اور هي عباره عن نوت او ايه ايه نوت اند بي او اور ايه اند بي نوت. طبعا بيبقى عباره عن اثنين سيريز نورمال اوبن ايه نورمال، طبعا هنا ده عكس ده وده عكس ده، يعني لو انا اعطيت سيجنال على A هيبدا هيفصل الـ A هنا، لو اعطيت سيجنال على B هيفصل الـ هيشتغل B هنا، يعني عكس بعض. اللادر دايجرام بتاعها بيكون عباره عن انا اعطيت انبوت هنا، لا طبعا في البدايه خالص ما عنديش اي سيجنال هنا وعندي سيجنال هنا، فطبعا الاثنين دايره اوبن، الدايره اوبن بصفه عامه، يعني الدايره اوبن لغايه ما ادي قلنا انا هنا ادي سيجنال للـ A هيبدا يتحول ده الى كلوز وده الى اوبن، فاصبح الناحيه دي اوبن لكن الناحيه دي كلوز، فاصبح السيريز هنا الدايره مستمره وبناء عليه كان في اوتبوت. لو بعد شويه اديت سيجنال للبي هي يفصل البي هنا وهيتوصل البي هنا، فاصبح ده كلوز وده اوبن، تمام، وده كلوز وده كلوز وده اوبن وده اوبن، اصبحت الدايره مفتوحه مره ثانيه لغايه ما ارفع التاثير من على مرة تانية وتعيد السايكل. اللاتش او اللاتش اللي كنا بنتكلم عنها من شوية، طبعا عندي الموتور طبعا في زي ما بنشوف اللي هي في البوش بوتن ستارت ستوب، بدأت ستارت بتشتغل السيركت بتاعي، لكن بمجرد ما ازيل التأثير ما على الستارت بيروح فاصل السويتش. لما يفصل السويتش طبعا ده انا عايز دايره تستمر، يعني انا ضغطت على الانبوت اديت سيجنال هنا فهيديني اوتبوت هنا، تمام، لكن بمجرد ما هرفع يدي او هرفع التاثير من على الايه لان ده بوش بوتن هيبدا يفصل مره ثانيه، فهنا انا بروح عامل انبوت ايه اور اوتبوت بي هولدنج للدايره، يعني ايه هولدنج، يعني بمجرد ما ده اشتغل معناها ان ده اصبح نورمال اوبن، فاصبحت الدايره شغاله طول ما ده شغال يبقى ده نورمال كلوز الى ان افصل عن طريق الانبوت بي. المالتيبل اوتبوتس عندي بيبقى عباره عن ان انا عندي اكثر من اوتبوت
ده هنا طبعا انبوت، ودي طبعا اللي هي اللاتشنج. طبعا هعمل ستارت هنا، طبعا هنا دي اوبن فمش هيديني. طبعا هي في عمليا ان ده نورمال اوبن، لكن فبضغط هنا اشغل السيركت وتستمر الدائره بهالشكل. طبعا هنا ده يفصل وبناء عليه ده ما يدينيش اشاره، وده يتوصل يديني اشاره هنا. يبقى اذا هنا ده ساعه ما هعمل ستارت الموتور هيشتغل، وال اللمبه اللي هي بتدل على انه في باور هتشتغل معاها، واللمبه اللي هي اللي بتدل على انه ما فيش باور، انه الباور شغاله، هتفصل هنا. يبقى اذا هتشتغل دي وهتفصل هذه اللمبه الى ان تفصل الدايره من عن طريق الاستوب ده هنا. ما اول ما افصل الدايره اصبح ده اوف، وبناء عليه هيبقى عندك ده اون ويبدا يشتغل يديني اضاءه هنا، ومعناه انه الموتور مش شغال. ودي تفصل معناها خلاص اللي هي الضوء الاخضر يفصل يعني، والضوء الاحمر يشتغل. طبعا او ممكن تبقى بهذا الشكل. طبعا عندك اثنين انبوت مع بيشغل اثنين اوتبوت، طبعا عندي انبوت ويشغل اثنين اوتبوت، او انبوت دايركت على اوتبوت وفي نفس الوقت خدت منه هنا انبوت تاني على اوتبوت. طبعا هنا الاوتبوت ده مرتبط بالانبوت ده، يبقى اذا بمجرد ما حد سيجنال هنا على ده هتشتغل، ده ما لهوش علاقه الانبوت ايه الاوتبوت ايه مع الانبوت. طبعا ده هينتظر لما يكون البي شغاله، بس كل ايه والبي شغالين مع بعض، طول ما هم شغالين يدين السيكونسز اوتبوت برضه. يعني لو عندي اكتر من انبوت وفي عمليه تتابع، يعني هنا عندي الاوتبوت ايه شغال مع الانبوت ايه، والاوتبوت بي شغال مع الاي والبي، والسي شغال مع الاي والبي والسي. طبعا ادي الانبوت ايه هيشغل لي الاوتبوت ايه، الانبوت بي هيشغل لي الاوتبوت بي، الانبوت سي هيشغل لي الاوتبوت سي. بس لازم طبعا يكون الاي والات. طبعا اللوجيك سيمبلز بتاخد مجموعه من السيمبلز بهذا الشكل، طبعا الاند والاور والناند والنوت والنور والاكسبلور، دي اللي هي السيمبلز. عندنا فانكشنال لوجيك جيتس بلوك. الفانكشنال لوجيك جيتس بلوكس ان انا الانبوت بمثلها بهذا السيمبل في البرمجه بتاعت الفانكشنال لوجيك، عباره عن ده عباره عن اور اللي هي مور ذان اور ايكوال 1. لو بتاخد نوت اور طبعا بتبقى في هنا نوت معايا، لو الناند تاخد هذا الشكل، النور الاكس اور طبعا بتبقى مكتوب عليها اكس اور، او اكس اور في معناها في انبوت تبقى بهذا الشكل. طبعا دي كل يبقى اذا اللادر دايجرام اند ايكوفالنت فانكشنال بلوك دايجرام، بعض اللادر دايجرام والفانكشنال بلوك بتاعتها. عندي مثلا ادي دي اللي هي الاور، هنلاقي ان ده اللي هو الاور بتاعها، الاند هنلاقي ده الاند، طبعا دي في هنا نورمال اوبن نورمال كلوز، فنورمال اوبن نورمال كلوز. بعد كده في عندي اخر حاجه اللي هي اللاتشنج بتمثلها بهذا الشكل اند، ده هنا في عندي اور، وهنا في بعد كده عندي اند. ده بالنسبة لهذه السنة طبعا اللي هي بالسيمبل بالشكل. شكرا.